مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج سكرين شوت. طبعا قبل ما أبدأ الحلقة أحب أقول كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الجديد، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يكون عام سعيد علينا وعلى الأمة المصرية والشعب المصري ككل، وطبعا يكون عام سعيد على سيدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادات المصرية، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا. برنامج سكرين شوت في بداية العام النهاردة هتكون ليه حلقة مميزة شوية، حلقة مختلفة عن كل الحلقات السابقة. طبعا دايما احنا بنعرض مشاكل وبنعرض حوادث وجرائم وحاجات كتيرة جدا مختصة بالفرد والأسر، لكن النهاردة هناخد شكل طابع مختلف شوية. طبعا كلنا بنتعرض في حياتنا الى مواقف نفسيه وعصبيه وعاطفيه، واحيانا بنتعرض لصدمات بداخلنا، يعني بيعجز الانسان ان هو يحاول حلها او يفكر في حلها بطريقه منطقيه. احيانا بيتعرض لظروف بتضطر ان هو يتصرف تصرفات غير لائقه، او بيدور بيه خواطر كتير جدا وبيبقى مش عارف يوصل لحلول صح، أو أحيانا بيتعرض لمواقف ومشاعر خاصة وبيحاول يعرف يوصل لمداها إيه، وبرضه مبقاش عارف يوصل لحلها. عشان كده كانت الحلقة النهاردة هتساعد ناس كتير إنها تريحهم نفسيا وتخليهم يوصلوا لحلول معينة. عشان نقول كل الاستفسارات دي هيكون معانا النهاردة ضيفنا اللي يقدر يتجاوب او يقدر يجاوبنا على كل سؤال احنا بيطور بخاطرنا ومش عارفين نوصل لحل ليه. النهارده معانا الدكتور ابراهيم علي، اللي هو طبعا دكتوراه متخصص في علم النفس والتنميه البشريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه نادين، شرفتنا النهارده، وكل سنه وحضرتك طيب، بشرة خير كده في بدايه السنه، يعني حاجه جميله، يعني ربنا يجعلها سنه سعيده علينا جميعا. امين يا رب. أمين. وطبعا احنا سعداء جدا بوجودك النهارده، رغم حضرتك، يعني انا عايز اقول للجمهور رغم صغر سن الدكتور الا ان هو عنده يعني حلول كتيره جدا، وهتشوفوها حضراتكم بنفسكم، وبعد كده هنتواصل برده فيما بعد في حاجات ياما، وانا واثقه ان في ناس كتير جدا هتبقى تسال اسئله عديده. يعني بنتمنى ان الحلقه تنال اعجابكم. نبدا بقى الحلقه، ونبدا اول سؤال نحب نقول لحضرتك، احب اعرف ايه هو التخاطر. التخاطر، انت داخله على التخاطر على طول كده. ده موضوع مهم قوي وحضرتك اتكلمت فيه قبل كده. انا عايز اعرف ايه هو التخاطر، ازاي نعمل موضوع التخاطر، وهل ينفع ان انا اخاطر حد وهو نايم؟ السؤال جميل جدا، سؤال ثلاثي، ثلاثة في واحد، حاجة تحفة. بالظبط، جاوب بقى. طيب، التخاطر هو ظاهرة علمية مفسرة في علم النفس، تندرج تحت بند الظواهر الميتافيزيقية أو الغير مرئية، تمام؟ يعني مثلا لحد دلوقتي مفيش عالم من علماء النفس جه قال إن التخاطر مثبت علميا إن واحد يقدر يوصل لشخص ما رسالة، بس في نفس الوقت بالرغم إن هما معرفوش يثبتوه بس مش عارفين ينكروه. باعتباره ظاهرة حقيقية وبتحصل لكل الناس، بس الفكرة لحد دلوقتي مش عارفين يحطوها في التصنيف الصحيح بتاعها، تمام؟ فنجي نفصل، يعني هم مش عارفين يصنفوها ولا هي مصنفة؟ هي مصنفة بس مش حاطينها إثبات تصنيفي، اللي هو دي تنترج مثلا مثبتة علميا من جامعة كذا إن في حاجة اسمها علميا اسمها التخاطر، ده ما حصلش لحد دلوقتي. ليه؟ لأن هي صعب الاستدلال عليها لعدم مرئيتها أو لعدم ماديتها. يعني مثلا نضرب مثال صغير. اتفضل. في، يعني حضرتك شايفاني كويس كده صح؟ تمام. في حاجه بتمنع ان انا اشوف حضرتك او حضرتك تشوفني، او في حاجه ما بيننا؟ يعني في حاجه، في حواجز؟ لا لا، بس هو علميا في في ذرات الاكسجين والهيدروجين، حاجات عينينا احنا مش شايفاها، بس ده لا ينكر ان هي حقيقيه فعلا. فهي التخاطر الموضوع كده، بس ما اجي افسر بقى التخاطر ان احنا بنتكلم بقى مع بعض بدون اي مصطلحات علميه معقده، هو قدره الانسان ان هو يوصل رساله او شعور لانسان تاني من على بعد. يعني انا عايزه اوصل يعني خاطري لشخصيه انا بعزها بس هي من بعيد. طب بالزبط. اعمل ايه؟ هو واقعيا احنا كل يوم بنتخاطر مع بعض ذهنيا من غير ما احنا نحس او ندرك ده. الام مثلا لما تحس مره واحده ان ابنها قلبها اتقبض او كانه بيقول لها حاجه،
تكلمه تلاقيه فعلا في مشكله، او تعرف ان هو كان في مشكله في نفس الوقت هي حست فيه الاحساس ده. دي مش صدفه. لما مثلا نبقى احنا شله صحاب قاعدين ونفكر في واحد صاحبنا ونتكلم عليه او نلم عليه بهزار، نلاقيه ظهر لنا فجاه، يا ريتنا كنا افتكرنا مليون جنيه. دي مش صدفه. وقيسي على كده مواقف كتير جدا بتحصل، مفارقات كتيره جدا ما لهاش علاقه بالصدفه اطلاقا، وانما هي لما نفسرها بقى بالطريقه العلميه، انا مثلا لما اجي افكر في حضرتك من على بعد لازم يكون التفكير ده جاي بترددات ذهنيه معينه. لأن العلماء اكتشفوا إن طاقة التفكير بتتقاس، طاقة التفكير في الحزن أو التفكير في السعادة أو التفكير في القلق والخوف والإحباط والفشل وكل ده، كل طاقة تفكيرية ليها تردد مختلف عن التاني، تمام؟ فاللي بيخلي التخاطر ناجح أو ممكن هو إن الواحد مثلا ممكن مرة واحدة يحس بحنين تجاه شخص ما. يصادف كده القدر إن هو لما يحس بالحنين ده يفتكر ذكريات كانت حلوة مع الشخص ده. ومع الذكريات دي يفتكر ذكريات كانت سلبية. فبالتالي هو بيوصل لترددات معينه عقله بيبدا يزن بيها كده، بتبقى عامله شبه موجات الموبايل، بس احنا مش بنشوفها او مش بنحسها، بس هي حقيقيه. فالشخص الثاني عقله الباطن مهيئ ان هو يستقبلها، تمام؟ فبيستقبل الاشارات دي وعقله الباطن بيترجمها له فبيحس بيها، يحس ان الشخص ده خطر على باله مره واحده. طب ازاي ده بقاله كتير ما بيتكلمنيش، احنا ما فيش ما بيننا حاجه، او فبيلاقي الشعور ده جواه. هنا احنا بنتكلم ان الموضوع جاي منطقي، جاي باي لك، جاي اللي هو عشوائي، مفيش حد متحكم فيه. هنا بقى الواحد طالما عرف الاستراتيجيات بتاعت التخاطر يبقى هو بالتسلسل المنطقي عنده القدره ان هو يستخدمها. طب انا عرفت دلوقتي طريقه معينه نعمل بيها مثلا مكرونه بشاميل، اقدر احور مكونات مكرونه بشاميل اعمل بيها طبخه ثانيه. تمام. فالفكره كلها ان التخاطر شيء حقيقي واقعي، كل انسان بشري بيجربه ومعرض ليه طول الوقت، بس الفكره ان احنا بقى طالما عرفناه نقدر نستخدمه لصالحنا. يعني الواحد، يعني انا مثلا شخصيا انا عايزه شخصيه انا كانت في ذهني او كنت في شيء بيني يعني خاصه، وبحاول انا افتكرها، اقعد اعمل تخاطر مع نفسي واراجع ذكرياتي طب هل لو انا بالفعل بعمل كل دوت هو نفس الاحساس اللي عندي هو هيبقى عند الشخصيه نفسها في نفس الوقت؟ في نفس الوقت. طب رد الفعل ايه؟ اللي ممكن يتجاوب معايا ايه الرد الفعل اللي احس ان هو فعلا التخاطر ده وصل له؟ طيب عشان نكون واضحين بس كده ومرتبين الدنيا. رد الفعل نوعين، رد فعل داخلي ورد فعل خارجي. يعني هو مثلا ممكن يستقبل المشاعر دي ويحس بيها بالتخاطر، بس يبقى رد فعل داخلي هو من جواه حس، فمش مضطر ان هو يبين ده او يخش يتكلم او فملوش علاقه. وممكن يكون الشخص الثاني بناء على اختلاف الشخصيات بين واحد والتاني هو حس بالموضوع فطلع رد فعل خارجي فاتكلم. فاهماني؟ ده بيختلف بقى، بيختلف بناء على شخصيه كل واحد، بناء على الشخصيه اللي احنا بنوصل لها رساله. فانا بقول ان التخاطر ده عباره عن مثلث ثلاث اضلاع، مرسل ومستقبل والرساله نفسها. شخص بيرسل رساله، واحد بيستقبلها، والرساله نفسها مضمونها ايه. طبعا هنشرح مع الوقت اللي هو كيفيه نعمل التخاطر وكده، بس انا عايز انوه على حاجه، ان الموضوع على قد ما هو لذيذ وعلى قد ما هو حلو ومثير كده وحاجه كده جميل، بس متعب. متعب، وفي نفس الوقت الواحد ما يصابش بالهوس بيه. يعني المفروض الواحد ما يحبش الموضوع قوي، فيلا بقى انا هجيب لسته من صحابي اللي بقالي كتير ما كلمتهمش وهعمل لهم تخاطر وهوصل لكل واحد رساله. لا لا لا. طب انا ازاي اعمل التخاطر ده عشان يحصل التواصل ما بيني وما بين الشخصيه اللي انا عايزاها؟ طيب عظيم. قبل ما اقول ازاي نعمل التخاطر لازم نحط شروط. ايه هي الشروط بتاعت التخاطر؟ ان الشخص اللي انا ببعت له رساله لازم تكون في معرفه سابقه بيني وبينه. يعني انا ما ينفعش منطقيا كده اللي هو انا عايز مثلا ايه ياسمين صبري ابعت لها رساله تخاطر، هي ما تعرفنيش. تمام؟ تمام. فلازم الفكره كلها يكون في علاقه كانت مع الشخص ده، في مشاعر كانت مع الشخص ده، عارفه وعارفني، عارف اسمي وعارف اسمه، حتى لو الموضوع بسيط، حتى لو ما شفناش بعض كتير، بس على الاقل الشخص ده شافني في الذاكره بتاعته اللي في عقله. تمام؟ تمام. تاني شرط وده مهم جدا وهو اليقين والايمان. يعني الفكره كلها بتاعت التخاطر هو بيعتمد اعتماد كلي على ان الواحد يصدق نفسه وهو بيعمل ده. لو الواحد عنده شك 1% ان اللي بيعمله ده هبل او اللي هو مش هيجيب نتيجه مش هيوصل حاجه. لان الواحد علشان يوصل للليفل اللي الرساله توصل فيه للشخص الثاني لازم يكون واثق من نفسه. واثق من نفسه وعنده يقين ان الرساله بتوصل، ده بيخلي عقله يوصل لترددات معينه بتاكد مصداقيه الرساله وتوصلها بشكل اكبر بكتير. تمام؟ تمام. ثالث شرط علشان ننجح في التخاطر وهو تكون الرساله مختصره. يعني مثلا ما يجيش واحد يعمل تخاطر لحد فيعمل له جورنال كبير جدا وانت عملت وخليت وسويت وانت لو ما كنتش عملت كنت انا عملت كده وانت لا. فرساله مختصره. فده بقى بيدخلنا بقى البوينت نمبر 2 اللي هو ازاي نعمل التخاطر. طيب
افضل طريقه لعمل التخاطر، وانا بقول للناس عشان تعرف الكلام ده، لان في ناس كتير جدا على اليوتيوب وفي بعض منصات السوشيال ميديا بيقولوا كلام فاتي، اللي هو بيقولوا حاجات من اهوائهم، ولكن احنا بنقوله بالتسلسل والتتابع المنطقي. رقم واحد، انت لازم تكون عارف الشخص ده كويس، تمام، ومحدد ان انت هتعمل التخاطر مع الشخص ده. ما تجيش تقعد مثلا تعمل تشكيله حامل تخاطر مثلا لخمسه في نفس الوقت، مستحيل. حددت الشخص، تحدد الرساله من قبل ما تعمل التخاطر. يعني هو يحدد شخص واحد، حدد شخص الشخصيه واحد اللي هو عايزها شخصيه واحده بالظبط، تمام. وتاني حاجه، تحدد الرساله اللي انت عايز توصلها له. بمعنى يعني بمعنى ايه الرساله اللي انا عايز اوصلها له؟ على سبيل المثال مثلا انا وواحد صاحبي بقالنا كتير جدا مثلا نقول سنه ما بنتكلمش مع بعض خالص، حسيت ان انا عايز اكلمه، او حسيت اللي هو وحشني يعني. وحشني مره واحده كده، او اللي هو انا كنت بفكر فيه من زمان فعايز اعمل حاجه. أوه. فانا ممكن احدد جمله اللي هو انت وحشتني جدا، اتمنى ان احنا نشوف بعض قريب قوي، كلمني، هتعرف توصل لي، انا بفكر فيك. تكون جمله جمله، ما تطولش اكتر من جمله، تمام. حددنا الجمله قبل ما نعمل اي حاجه. نعمل تمارين التنفس والمديتيشن، ان احنا ندخل نفسنا في مود هادي، نطفي الانوار، لو في موسيقى هاديه يبقى الموضوع عظيم جدا. ما فيش حد جنبنا، نعمل مثلا تمرين التنفس اللي هو الشهيق والزفير 10 مرات ورا بعض لحد ما جسمنا نفسه يسترخي. نوصل لمرحله معينه اللي هي ما بين الوعي واللاوعي، يبقى الواحد فيها مسترخي، جسمه نايم بس عقله صاحي. رقم اتنين، وهو انا ابدا واحده واحده مع الموسيقى اللي انا بسمعها، ابدا اعمل عمليه اسمها استحضار الشعور. ابدا استحضر المشاعر اللي كانت بيني وبين الشخص ده، ايا كان، صاحب، حبيب، صديق، زميل، ايا كان، اكيد كان في مشاعر ما بيننا، حتى لو كانت ضحك وهزار وفرح وذكريات في اماكن. انا ابدا لمده مثلا تتراوح ما بين 3 الى 5 دقائق بالراحه، بدون مجهود، بدون ضغط، ابدا افتكر كل الذكريات دي وكانها حقيقيه، وكاني فعلا بعيشها من اول وجديد. اللي هيحصل هنا حاجه غريبه جدا. ايه بقى؟ العقل البشري او العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقه والخيال. اي صوره ذهنيه هتفكري فيها في خيالك، عقلك الباطن هنا مش بيعتبرها خيال، بيعتبرها حقيقه. حقيقه. لما الحد مثلا يتمرد ويقول ان انا ايه، حاسس ان انا تعبان، حاسس ان انا مش قادر اواجه الدنيا، عقله الباطن بياخد التصور ده، بياخده على محمل الجد، بيعتبر ان هو حقيقه، فبيبدا يبعت اشارات لخلايا جسمه ان هي تتعب فعلا بناء على الصوره اللي هو حاطها. فلما نيجي ندخل ده في التخاطر، هنلاقي ان الواحد لما يجي يفتكر ذكريات سواء كانت سلبيه او ايجابيه مش هتفرق، المهم يكون في ذكريات، وبدا يفكر فيها تاني، بيبدا عقله يعتبر وكانه بيخوض الذكريات دي من اول وجديد، وبيبعت اشارات للعقل بقى اللي هو الواعي، اللي هو المخ بقى، الجزء المادي بتاعنا، يبعت هرمونات زي مثلا التستوستيرون او الاستروجين، بتحفز، والادرينالين، الخلايا والدوبامين، كل الخلايا دي بتحفز الخلايا اللي عندنا الداخليه كلها، فبتاثر على الشعور، فبنحس ان احنا فعلا كده قلبنا بيدق. عشان كده اغلب الناس اللي بتكلمني على التيك توك بتبعت الرسائل، هو انا لما بعمل تخاطر قلبي بيدق، ده طبيعي، علشان انت بدات تتفرز عندك هرمونات زي دي، ده بيدل ان عقلك صدق الصوره اللي انت حطيتيها. بقى الاحساس والمشاعر اتجددت وبقت موجوده. هنا الافكار والمشاعر اتحدوا مع بعض فعملوا شراره كده. فنقعد لفتره تتراوح ما بين 3 دقائق الى 5 دقائق، نستحضر الشعور وكاننا بنخوضه من اول وجديد، لحد ما نحس ان احنا اكتفينا، او ان احنا جسمنا كده خلاص بدا يتشبع بالمشاعر ويتشبع بالهرمونات، وان احنا كده خلاص في مرحله النشوه. نبدا نتخيل الشخص ده قدامنا في خيالنا. احنا بقى الجميل في الخيال ان احنا عندنا السلطه، نقدر نروح باريس ونلف العالم واحنا في خيالنا. احيانا التخاطر ده بيجي لينا صدى صوت لي، يعني هنحس ان الشخص نفسه بيكلمنا. ما انا لسه هتكلم عن اعراض التخاطر. في بعض الحاجات سمعنا كده، حقيقة. دي حقيقه حقيقه يعني فعلا. كان الشخصيه اللي انا بعملها تخاطر بتكلمني بالظبط. وانا هقول بقى يعني ازاي تعرف ان التخاطر نجح برضه، يعني دي برضه. اتفضل. لما نتخيل الشخص ده قدامنا، واقف قدامنا، هو لابس مثلا لبس معين في مكان معين، نتخيل، كلما تخيلنا التفاصيل الدقيقه جدا كل ده بيزود في العمليه اكتر. واقف قدامنا، بنقول له الرساله المختصره دي، بنشوف رياكشنات وشه وردود فعله، وكانه بيتجاوب مع الرساله، هو اوكي ماشي، بيبتسم بتاع، فنعمله باي باي، يعمله باي باي، ايا يكن. بس الفكره كلها، الاساس ان انا اشوف الشخص ده بعد عمليه استحضار الشعور واوصل له الرساله المختصره وخلاص، وافتح عيني وامارس يومي طبيعي. بس هو في مشكله، ممكن لو الشخص اول مره جرب التخاطر هلاقي ان في الطاقه مثلا اتسحبت شويه، او اللي هو كان عنده باور بس حس ان هو عايز ينام، او حس ان هو جسمه همدان، تعب. ده طبيعي، كانه بيعمل مجهود، بس مجهود ذهني اثر عليه.
بس دي مش يعني مش استرجاع ارواح او استرجاع ارواح، لا يعني دي قصة دي عمليه تانية خالص، عمليه دي بعيده طبيعية. مختلفه تماما، احنا اصلا بنمارسها كل يوم بدون ما احنا نعرف اساسا يعني. بس هقول لحضرتك حاجه يا دكتور رهيم، يعني احيانا موضوع التخاطر ده بيبقى ليه نتيجه سلبيه. يعني اذا قلنا احنا لما بنسترجع ذكريات جميله وشخص بعيد عني، فانا بسترجع يعني انا كنت في لا شعور، والشعور ده لا ده كام يعني، انا لما سالته هو بقى كامل خلاص، انا حبيت ان انا استرجعه في حياته. فلو كنت عندي نسبه النسيان حوالي 50-60% النسبه عادت يعني زادت تاني، رجعت لمعادله، فانا كده بتعب نفسي تاني يعني، ما انا عشان استرجع شخصيه انا بحبها وكان نفسي افكر في او لاخر حاجه، طب انا فاهم الحاجات دي، ما انا برجع اتعب انا شخصيا. يبقى اذا التخاطر لي على قد ما انا سعيده ان انا بجيب شخصيه بتمناها وكاني بتحدث معاها، على قد ما هفتكر كل الذكريات دي، طب ما انا برضو في نفس الوقت بنفس الوقت بتألم يعني، يعني يبقى احسن الافضل ان انا ما اعملش عمليه التخاطر دي ولا اعملها؟ ما انا بقول لحضرتك يعني ايه، يعني عايز افهم يعني، يعني عايز افهم يعني الافضل ان احنا نعملها بس نمسك العصايه من النص او نشوف حل ذكي للموضوع. هو الحل الذكي ببساطه اللي كنت بتكلم عنه في الفيديوهات، انت قبل ما تعمل تخاطر لازم تكون معود نفسك ومعود عقلك ومبرمجه على انك تعرف تتخطى. يعني كون انا كابراهيم كان في علاقه بيني وبين شخص والعلاقه دي مثلا ما كملتش، ده كان في مشاعر اكيد، واي حد طبعا معرض يفتكرها بشم البرفيوم او نشوف مكان هفتكر. بس الفكره كلها انا اقدر ابرمج عقلي وهيئ نفسي ان انا لما افتكر افتكر جزء من المشاعر وليس كلها. في فرق، تلاقي اتنين قاعدين، الاتنين مثلا كانوا بيحبوا اشخاص او مرتبطين باشخاص، واحد افتكر وانهار وعيط لان هو اصلا كان معبي جواه، ما كانش عامل كنترول، هو كان بس دافن الموضوع جواه. لكن واحد عرف يتعايش مع الموضوع، عرف يتقبل الموضوع، فبالتالي لو افتكر الذكريات الدنيا كلها تجاه الشخص ده الموضوع بالنسبه له عادي لانه عرف يفرغ واحده واحده، لكن التاني ما فرغش، التاني لسه كاتب. فانا كنت بقول للناس علشان نعمل توازن في عمليه التخاطر دي لازم انت تعود نفسك على مهاره اسمها الاستغناء. الاستغناء ان الواحد يوصل لمرحله يعلم مشاعره، يعلم تفكيره، ما يربطش نفسه بحد. اللي هو التعلق الحقيقي يكون لربنا سبحانه وتعالى بس، انا ما علقش نفسي باشخاص. الواحد لما يوصل ليفل ده حرفيا مفيش حاجه تقدر عليه. انا واحد عايش لنفسي، انا بحب نفسي، انا متقبلها. فبالتالي هو لو كان في علاقه بينه وبين الشخص ده ورجع افتكر العلاقه دي بالتخاطر، هو من جواه هيلاقي ان المشاعر اصلا خافته. وحتى هو لو عمل اثناء التخاطر 5 أو 10 دقائق من استحضار الشعور وحس بمشاعر قويه، بعد التخاطر هيعرف يلاقي نفسه بيمارس حياته الطبيعيه، لان ده كان شيء واقع اصلا هو متعود عليه. فنختصر الموضوع، لو انت مش قد التخاطر وحاسس ان انت من جواك هش كده وبتحن بسرعه، بلاش تعمله، عود نفسك انك تعرف تتخطى، عود نفسك ان انت عندك تكون القدره انك تتحكم في مشاعرك وتعمل كنترول، ستجرب التخاطر علشان الموضوع ما يبقاش سلبي عليك. يعني يعني احنا كده بنوضح ان عمليه التخاطر تكون يعني على زي ما بيقول الدكتور على الهادي زي ما بيقول، على الرايق. لا واحيانا يا دكتور هقول لحضرتك حاجه، يعني ساعات برضو في بعض الاحيان نقوله ايه، لو شخص حد يعني حصل موضوع انفصال بين اثنين او اي حاجه، فبنقول لهم ايه، تذكر الشيء السيء عشان قلبك يجمد. ودي دايما مقوله بتتقال للبنات او كتير جدا، كتير جدا بنقولها، لا يعني افتكري حاجه وحشه عشان ما تفضليش مشاعرك تفضل جياشه كده، لان المشاعر تهدى. ده يعني يعتبر جزء برضو، هي وسيله من الوسائل، وسيله من الوسائل، بس هو الافضل ان الواحد يعني القوه الحقيقيه ان انا افتكر الوحش والحلو وافتكر لحظات الندم ان انا كنت المفروض اتصرف بطريقه معينه بالزبط. واتقبل كل ده واحتويهم كده واقول خلاص انا بكمل حياتي، انا هتعلم من اخطائي، فبالتالي انا مش مضطر ان انا افكر في مثلا حاجات سلبيه وعملها علشان خلاص هو يستاهل، مش هو اللي عمل كده خلاص. لا، ممكن بعد كده نفسه مثلا برضه غلط مع اشخاص ثانيين هيتمنى ان هم يسامحوه ويعدوها له. فدي برضو اسلوب الشخص اللي هو مثلا، معلش احنا نراعي الناس برضو. في واحد مثلا مش قادر ان هو يتخطى، مش قادر ان هو يكمل، فبالتالي بيلجأ للوسيله العلاجيه دي ان هو يقول الشخص ده ياما اهني وجا على كرامتي، وياما جرحني، وياما خذلني، وياما وياما، بالظبط بيحاول يمسك الحاجات دي. من جواه كده بيحس ان هو لقى مبرر، لقى مبرر لنفسه. ده شيء برضو اللي هو ماشي شغال بيساعدك، بس الافضل انك تطور الموضوع يبقى اوسع من كده بكتير. بس طب سؤال كده حيوي شويه قبل ما نخش بقى ايه من يعني احنا هنجيب واحد سهل واحد صعب شويه. يلا ازاي ننسى شخص بنحبه؟
سؤال جميل. ازاي يعني؟ يعني في ناس بتحب وعايزه تنسى، بقى تعمل ايه؟ هو بقى عشان نتفق على حاجه، كلنا بنقول هننسى والفراق ما يهمناش وبيبقى صعب، نفترق وتعدي فتره واحنا لسه ما نسيناش، تخيلي. ازاي يا دكتور بقى يعني؟ ادينا بقى حته الفكره. هو من ناحيه النسيان ما حدش فينا هينسى، بس احنا ممكن نتناسى. والفرق بين النسيان والتناسي. تمام. النسيان ان انا انسى شخص وانسى ذكرياتي معاه، دي مستحيله، لان هي تفضل محفوره في الذاكره عندي وفي ذاكره القلب، كمان تفضل محفوره في الشعور. هبدا مثلا لو انا قاعد معاه في مكان والمكان ده كان بيجمعني بيه ذكرى حلوه جدا، غصب عني عديت بالمكان ده وشفته هسترجع وهتاثر وكل ده. فالنسيان ننساه خالص. يعني نسيانك صعب. طيب نعمل ايه؟ طيب عايزين حل. التناسي. 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 وبيكون ازاي التناسي ده؟ ايوه. التناسي ده هو ان انا ابدا اعرف كويس ايه الاحتياجات النفسيه اللي كانت عندي مخلياني انا مدمن للشخص ده. لما حد نتفق بالراحه، هو السؤال الامثل اللي هو بدل ما احنا ازاي ننسى، هو احنا ليه مش بننسى؟ فعلى الصعيد النفسي احنا مش بننسى الاشخاص اللي احنا بنحبهم. ليه؟ لان هم الاشخاص دول لبوا لنا احتياجات نفسيه احنا كنا طول حياتنا مفتقدينها وبندور عليها. تمام. الاهتمام والحب والاحتواء والرعايه، وان حد يحسسنا ان احنا اطفال، وان حد يحسسنا ان احنا كبار، كل دي احاسيس احنا مفتقدينها. فلما محض الصدفه نبقى ماشيين في حياتنا نقابل شخص بيحسسنا بده، بنبدا لاواعيا بندمنه، بنتعلق بوجوده، بنعتبره شخص كده اللي هو واو انت ما فيش منك. طب معانا مداخله؟ يلا بينا. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي كلمي الدكتور. يا دكتور. اهلا بيكي. انا حاليا انا مع اختلافات مع صغيري، وانا وان انا حاسه ان هم لوحدي وكون وكان كون لوحدي، الاختلافات اللي هي كثيره مش قادره مما ارجع. والدوري بحس قلب مضبوط على طول. خايفه ضعيفه، ازاي هو نفسي مش عارفه هي ايه المشكله بالظبط. هي بتقول خايفه وضعيفه، وجوايا حاجه. انت خايفه وضعيفه طول الوقت؟ اه. تمام. عايزه تخلصي من الموضوع ده يعني؟ اه، اني انا جلدي بينفكش على طول. طيب. ضعيفه مش قادره اقوم قدامي. احنا على فكره. طيب. على فكره حاجه، احنا كنا لسه هنسال نفس السؤال دوت. ازاي نتخلص من الخوف اللي بيبقى جوة. يعني محتوي بعض الناس وتبقى قلقانه ومش عارفه تتخطى الخوف اللي جواها. كويس جدا، شكرا جدا. شكرا. جواب بسرعه على السؤال ده. اتفضل حضرتك. هو بصي، من خاف سلم. الخوف شيء طبيعي. لما نيجي نعرف ايه هو الخوف، الخوف هي ميكانيزميه دفاعيه في عقلنا الباطن، عقلنا بيحمينا من ان احنا نتعرض لشيء يأذينا. تمام. اللي بيخلينا خايفين من النار هي ان النار لما هنلمسها هتحرقنا. فبالتالي لما نشوف نار قدامنا بنجري، فده معناه ان علينا بيحذرنا ان النار دي ممكن تاذينا فنجري. اللي يخوف بقى ان الخوف يبقى اعلى من المعتاد. يعني لحد دلوقتي الخوف شيء طبيعي، احنا بنخاف مثلا ان احنا نتعرض لخذلان اشخاص ثانيين، فهنبدا ناخد بالنا كويس ونعمل احتياطاتنا وما نتعلقش في الناس بسرعه، او ما نصدقش حد بسرعه، او ما نثقش في حد بسرعه. ده كده احنا كويسين. طيب. بس اللي بيخلي الخوف مرضي وهو ان الموضوع بيأفر مننا. تمام. علاج الخوف وهو اليقين، هي قناعات بتتزرع، قناعات بتتزرع. يعني مثلا زي قناعه ان انت قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. في ناس بتبقى خايفه من المستقبل، ما تعرفش هتعمل فيه ايه، ما تعرفش حياتها ممكن تبقى عامله ازاي في المستقبل، والموضوع غامض بالنسبه لي. بس الفكره كلها، افتكر انت عشت سنين برضو، انت لو كنت بتفكر هتعمل ازاي، هتعيش ازاي، ترتيب للقدر والاحداث القدر نفسها يخليك انت ما تخافش، انت بس تسعى وتعمل عليك. دكتور، واحيانا الواحد بيخاف من شخصيه معينه، يعني انسان ساعات الزوج اللي بيخلي الست مثلا يعني بيديها بعض البنود كده تبقى عندها حته الرعب والخوف منه، الضعيف. فبتبقى حاسه ان هي ضعيفه قدام جوزها، خايفه منه جدا. يعني دي ممكن تكون ارتباكات داخليه او بالزبط. فطبعا هي عايزه تتخطى، يعني انا عايزه اتخطى ده، مش معنى ذلك ان انا اتعدى على جوزي. أكيد. او ان انا يعني محترم، لا، بس اتعدى كم الخوف اللي جوايا، ان انا حتى لو هو مخوفني من بعض، لا، انا مش خايفه، انا بحترم بالزبط. احترم الشخصيه. طيب. اعمل كل حاجه، مش خوف. فاتخطى ده ازاي جوايا؟ اتخطى ده بالمعرفه الداخليه لنفسي.
يعني مثلا هي مثلا احنا عايزينها نوصلها بطريقه مبسطه، ايوه ان احنا نقدر نعملها علشان تتخلصي. انا هقول الموضوع ببساطه، علشان تتخلصي كلمة من بالعامية خوفك. عشان هم يفهمونا. تمام. عشان تتخلصي من خوفك تجاه زوجك مثلا، او ان هو بيخوفك او بيرهبك، انك لازم تعرفي من نفسك اخطائك اللي انت ممكن تكوني بتعمليها معاه، وهو مش بيتفاهم معاكي مثلا، وبيشوفك بتغلطي فهو بيعاقبك او بيخوفك، بس انت من جواكي مش حاسه انك غلطانه. لا، تعرفي نفسك الاول، تقعدي مع نفسك قاعده حلوه كده، انا غلطت في ايه؟ تشوفي اخطائك، تقصيرك معاه، الحاجات اللي ممكن تكون بتعصبه، الحاجات اللي ممكن تكون متخليه ياخد معاكي ردود فعل سلبيه، فبالتالي هو بيعمل معاكي كده. وفي نفس الوقت تشوفي انت مميزاتك، انت ما قصرتيش في البيت او في الاولاد او في الرعايه او كذا كذا كذا، ولو حاجه منهم انت مقصره فيها واعمليها. هنا انت لما هتعملي كل ده وتعترفي باغلاطك وتحاولي تصلحيها وتشوفي مميزاتك وتحاولي تزوديها، هتلاقي هو لو زوجك انسان سوي وعاقل هيلاقي اصلا مفيش داعي ان هو يختلق مشاكل، لانك اصلا مدياله كل حاجه هو محتاجها. فعلشان تقاومي الخوف ده بالراحه، تعرفي نفسك من جوه، تتوكلي على ربنا سبحانه وتعالى، تعرفي تقولي لا، تعرفي توقفي عند حده بالادب، لانك طالما انت متاحه قدامه او طالما انت شخصيه ضعيفه قدامه، ده بيستريح لي ان هو يعمل اللي هو عايزه، باعتبارك انت عمرك ما هتاخدي رد فعل. لا، خدي ردود فعل وازعلي وتقمصي وتضايقي وانعزلي، وبعد كده ارجعي تاني. لازم يحس ان انت كشخصيه ليكي كيان، ليكي اعتبار، مش بالقوه طبعا، مش بالصوت العالي، ولكن بالذكاء، انك تاخدي رد فعل وتزعلي ويكون في صمت، لان الصمت ساعات بيبقى ابلغ من الكلام، ابلغ من الصوت العالي، انك تكوني مش مقصره، تعملي اللي هو محتاجه، وفي نفس الوقت انت من جواكي تكوني مطمنه وراضيه ومتقبله كل حاجه، علشان بعد كده تهيئي عقلك على طريقه تفكير جديده يخليك تقاومي الموضوع. فببساطه اعترفي بغلطك وحاولي تصلحيه، وشوفي من مميزاتك ايه وحاولي تطوريها، وما تخافيش من اي حاجه طالما ان انت ما قصرتيش. دكتور، قولي يا رب ما تدافع عنك. دكتور، هي ممكن ما تكونش مخطئه، خلي بالك، يعني هحاول ممكن يكون هو طبيعه الراجل نفسه شديد، بيتعامل بالاسلوب. في بعض الرجاله، انا مع احترامي طبعا للرجاله، انا يعني مش بقول حاجه، بس في فعلا شخصيات معينه بتحب تدي اوامر، ده يعني ده لا او ده اه، يعني بعض الاوامر والشده قوي على الزوجه، مش معنى ذلك ان هي زوجه مخطئه، ممكن تكون عامله كافه الموضوعات ولكن مختلفه في الاسلوب. انت قلتي نقطه مهمه جدا، وده هيخليني اسال سؤال حضرتك، انا بلف ليه؟ ممكن يكون الزوج قاسي جدا بس بيحب زوجته جدا جدا، حلوة قوي، وتبقى الست برضو في نفس الوقت مش عارفة، طب هو بيحبني قوي بس، طب ما قاسي عليه قوي، طب انا اعمل ايه؟ طب هو قاسي فعلا، ده انا حاسه ان هو جبروت. أيوة. بس خلي بالك الجبروت ده ممكن يكون بيحبك فوق ما تتخيلي. ده بقى رد فعل عكسي لاي زوجة او جدا. امرأة، لان احنا فعلا معظم الستات ما بتاخد، يعني لو لقيت الزوج قاسي شديد حتى لو كان بيحبها حب عبادة ومش بيبين، يعني في رجاله كده كتير بيبقى داخليا جواها زعلانه، هي مش عارفه بيعمل معاها كده ليه، ده غصب عنها اكيد. فهي تعرف بقى، انا بقول بالمنظور العام، لكن هي هل تعرف ان هو فعلا بيحبها رغم القسوه دي؟ ما مش عارفه، بيحبني ما بيحبنيش. طيب، حابب بقى توضح لي. علشان نحل اللغز ده هنرجع كده لعالم اسمه إيريك بيرن. العالم ده نزل كتاب سنه 1956، لا سنه 1964، تحت عنوان جيمز بيبول بلاي، او الالعاب التي يلعبها الناس. كان بيتكلم في الكتاب ده عن بعض من الالعاب او الحيل النفسيه اللي الناس بتستخدمها ضد بعض، منهم حيله الاسقاط اللي انت اتكلمت عنها، ان الواحد يكون هو اللي غلطان بس حاسس الثاني ان هو اللي غلطان. دي بتيجي في العلاقات الزوجيه او في العلاقات العاديه حتى لو كانت صحاب. ازاي؟ فور اكزامبل، في شخص مثلا عنده عيب ان هو بيكذب كتير، وهو عارف نفسه من جوه ان هو بيكذب كتير. محاط باشخاص مش بيكذبوا او بيكذبوا كذب طبيعي، بس هم قدامه فعلا صادقين معاه، بس طول الوقت بيلفتوا انتباهه ان هو اللي كذاب. علشان يحتفظ بمواجهه، يحتفظ بكرامته قدامهم، هل هو يتخلص من الكذب؟ ممكن يلاقي ان الموضوع بالنسبه له صعب ان هو يتخلص من الكذب، فبيلجأ لحيله الاسقاط دي، ان هو يبدا يتعمد، يحسس كل واحد من الناس اللي قاعدين حواليه ان هو اللي كذاب. ده ليه؟ علشان يحسسهم ان هو انتوا مش احسن مني، انتوا كمان بتكذبوا. تمام. لان الشخص مثلا اللي بيخون، الشخص مثلا اللي هو بيغدر، بيحسس كل اللي حواليه ان هم اللي بيخونوا وهم اللي بيغدروا، علشان حتى اذا شافوه بيعمل ده انتوا كمان بتعملوا ده. فالفكره كلها ان الواحد لازم يكون واعي جدا لنفسه، وده اللي اتكلمت عنه في الحلقه دي وفي الحلقه اللي قبل كده. معرفه الواحد لنفسه الداخليه من جوه هتخليه يتقي شر الاسقاطات المتهمه. يعني الواحد
عارف نفسه من جوه خلاص الموضوع انتهى. فممكن زي ما انت بتقولي فعلا ازواج قاعدين مع بعض هي مش غلطانه، بس هو عارف غلطه كويس وعنده كرامته اللي هو مش عايز يعترف لها بغلطه، علشان هي مثلا ما تعتبرش الموضوع كانه لعبه حلوه فتتكبر عليه، او ان هي تبدا تمسكها له عليه واحده. لا انا ممكن اعمل حاجه حلوه قوي، ده انت اللي غلطانه، ده انت فاكره من 2004 لما عملت كذا 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 كذا، ويفتح الموضوع ويحسسها فعلا بالتقصير والشعور بالذنب لحد ما تحس ان هي كمان بتغلط، فيكمل غلطه عادي وانت كمان طب بتغلطي. معانا مداخلة. هلا، ألو ألو، ده الخطأ، هنحاول مع تاني. أوكي ماشي، الخطأ قطع، نتكلم بعد كده. عادي. كمل حضرتك. فده بقى بنخش للنقطة اللي أنت سألتيني فيها مهمة جدا، إزاي ممكن يكون الزوج أو الحبيب أو الصديق قاسي رغم إن هو بيحبنا؟ هنا بقى في نقطة مهمة جدا، إن في بداية ريليشن شيب او علاقه بين ولد وبنت او راجل وست، في البدايه خالص بيوصلوا مرحله اللي هي مرحله العمى. ازاي؟ ان كل واحد بيبقى مبسوط جدا بالاحتياجات النفسيه اللي الشخص اللي قدامه بيلبيها له، بحس ان هو بالاشباع ان الشخص ده مريح جدا ليه وشايف الاحلام ورديه، كل ده بيوصل لمرحله من المشاعر عاليه جدا والشخص التاني بيحس بيها برضه. فكل واحد على قد ما هو بيكون واضح وبيطلع شخصيته الحقيقيه، على قد ما هو بيتصنع جزء منه، بيتصنع المثاليه او بيتصنع ان هو هيكون الشخص ده فارس الاحلام، بيبدا يتعمد ان هو ما يغيرش، ما يتضايقش، ما ياخدش ردود فعل سلبيه عشان اللي قدامه، ما يمشيش، لحد ما يوصلوا لمرحله الشخصين فيها بيبداوا ملك يصطدموا ببعض. مين اللي هيمسك الكنترول؟ مين اللي هيكون مسيطر على التاني؟ انت عارفه في الحته دي علماء نفس كتير جدا لحد هذه اللحظه، او العلماء في اللي هو علم الاجتماع مختلفين، هل العلاقات بين الراجل والست هل ممكن تكون الاثنين بيتحكموا في بعض بنفس القدر متساويين، ولا لازم يكون واحد متحكم عن الثاني؟ لحد دلوقتي مفيش حد عارف يبرهن على حقيقه معينه. ان مين مسيطر على هل التاني؟ هل ممكن الاثنين يبقى متساويين جدا، الاثنين مسيطرين في يعني متساويين في السيطره، ولا لازم يكون واحد مسيطر على الثاني الراجل او الست؟ فالفيصل ان دي حاجه لحد دلوقتي مش معروفه، بس المعروف ان في مرحله الاثنين بيصطدموا ببعض، كل واحد بيشوف ان هو لازم اللي ياخد الكنترول، لازم هو اللي يتحكم، لازم هو ياخد القرارات ويكون ليدر، تمام؟ فالشخص التاني بيبدا يكتشف ساعتها ان المشاعر بتاعت البدايات اختفت تماما، فبيبدا بقى ساعتها يحط قدام قرار، انا ابدا اتعلق باعتبار ان الشخص ده خلاص انا مش هينفع اسيبه، خلاص يعني اللي هو بعد كل ده هسيبه والناس تقول ايه والكلام ده، يتعلق داخليا ويبدا مسجون في الشخص ده. هنا بقى لما الشخص التاني بيشوف ان الشخص الاولاني بيحبه جدا جدا وخلاص تملكه، بيوفر المجهود اللي هو كان بيبذله في الاول علشان يرضيه، لانه دلوقتي خلاص بقى خلاص بيعشقه اتمكن منه. بالظبط. كل واحد فينا يا استاذ النرفين عنده حته الايجو او الانا، تمام؟ لما الاقي اللي قدامي بيحبني قوي قوي، انا لو انسان عندي معايير اخلاقيه عاليه، تمام؟ في اتصال؟ في اتصال؟ الو؟ ايوه معاك. ايوه استاذ سمر، اتفضلي حضرتك. ايوه يا دكتور، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي. معلش انا اسفه بس على الموضوع، بس لا ولا انا عندي خيره جامده جدا يعني، وزوجي وعارف ان هو بيكلم بنات، تمام؟ وواجهته بس حاول ينكر وكده وحالف، بس انا تعبانه من وقتها يعني، وفي خيان تمام. تمام، حلو قوي. ده سؤالك يعني؟ يعني حضرتك عايزه يعني تعرف تعرفي تتعامل ازاي من على الغيره. عايزه اعرف اواجهه وعايزه اخليه يبطل الحاجه دي. انا فهمت سؤالك وهجاوبك عليه، وعلى فكره انا حاسس بيكي جدا والله. طيب شكرا، معلش. العفو. عايزين نتفق ان الغيره شعور مؤلم ولذيذ في نفس الوقت. انا بعتبر الغيره اللي هي اللذه المؤلمه او الالم اللذيذ. كون ان في شخص بيغير عليا ده معناه ان هو بيحبني، تمام؟ وكون انا اغير على شخص معناه ان انا بحبه، لان الاثنين من غير غيره هيبقى علاقتهم روتينيه ببعض، مفيش تجديد كده، مفيش شغف، الاثنين كده صامتين، لكن في غيره يعني في مشاعر، في حب كده، تملك. المشكله لما الغيره توصل لابعد من المطلوب، واحيانا بتعلى. فهي الاستاذه اللي اتصلت انا هوجه لها رساله ليها، تمام؟ لازم تحطها حلقه في ودنها، ان قبل ما تفكري الشخص التاني ده بيكلم بنات او لا، لازم تكوني انت من جواكي حاسه انك كافيه. لكن طالما ان انت حاسه انك مش كافيه، وان هو ممكن يكون بيكلم بنات احسن منك او بنات شخصيتهم احسن منك،
لا اراديا هتبداي تحسي بالنقص من جواكي، تحسي نفسك ان انت مش كافيه وان ان هو بيحب. لا ابداي احتوي نفسك من جوه، وابداي اعرفي نقاط قوتك في شخصيتك ايه، وابداي خليكي جديده معايا، وابداي غيري اسلوبك، ما تبقيش روتينيه معايا، عشان هو ممكن يكون الله اعلم الموضوع تفاصيله عامله ازاي، بس اي راجل لما بيبدا يكلم بنات تانيين ممكن يكون شايف فيهم ما لا يراه في حبيبته. بس الفكره كلها هو لو بيحبك بجد، يعني لو شايف نساء الدنيا كلها مش هيأثروا فيه، وإن أي حد معرض إن هو لما يحب واحدة مثلا يبقى عنده في شغله وفي علاقاته لازم يكون يتعامل مع ستات، بس الفكرة كلها إن هو ممكن يكون حاطط حدود، ودي حاجة أنت مش عارفاها كويس، أنت عارفة إن هو بيعرف ستات بس مش عارفة إن ممكن يكون هو بيحترم غيابك وحاطط حدود. فالفكرة كلها بنسبة 70% متعلقة بيكي أنت، متعلقة إنك تحبي نفسك، إنك تقاومي شعورك بالغيره ده بانك تبدليه بشعور بالثقه بالنفس، انا كافيه، انا اعرف اكون كافيه ليه، انا اعرف اخليه ما يبصش لبنت غيري مش بالقوه والعناد، لا بان انا حاسسه انا اللي كافيه، انا اللي اقرب منه اكتر وانا اللي احتويه. لو فضلتي انت مكمله بالاسلوب وبالطريقه دي وما حسيتيش باي تقصير وانت قدمتي كل اللي عليكي، وبدا فعلا برضو يتشد لبنات تانيين او تلاقيه بيتكلم مع بنات تانيين، فستعرفي ان المشكله مش فيكي خالص، المشكله في الشخص ده، وهو كان شخص غير سوي، مش قد المسؤوليه ومش قد العهد، بس مش اكتر. يعني تتجاهله. التجاهل في الموضوع ده بيبقى مهم جدا. هو التجاهل حلو، التجاهل التجاهل بيبقى حلو بس ما مهم. يطولش، يعني اللي هو لو بتتجاهله اللي هو عايز يعمل اللي انت عايزه، هيبدأ يحس اللي هو طب هي مش بتغير عليا ليه، فهيبدأ يتحير ويفكر ويحاول يخليها تغير. احيانا يا دكتور في بعض الرجال بيرفضوا مبدأ الغيرة، يعني يقول لك الغيرة لا، ما الست ما تغيرش، مع ان انا على نفس وجهة نظر حضرتك ان الغيرة هي اساس الحب. يعني انا لما بالظبط الاقي شخص بيغير عليا هو بيحبني، ده شيء مفروغ منه، اكيد صح كده؟ بالظبط. طب تمام. فالغيره مطلوبه، لازم تكون مطلوبه، الغيره مطلوبه زي في كل الشطه، شيء. مين يقدر يمسك مثلا برطمان شطه ياكله لوحده؟ مستحيل، ما ينفعش طبعا. بس الشطه برضو مهمه جدا، احنا في الاكلات مش بسيطه، يعني بتخلي ليها طعم، حياه، في بالظبط، حياه، ما توازن. فيش حاجه تبقى ماشيه سيستم معين، لازم يبقى فيه كده. الله ينور عليك. فالواحد يتحكم بقى، لو بيغير غير يا سيدي، واغضب وازعل واعمل اللي انت عايزه، بس على الهادي كده، خليك رايق. غير عشان الصالح وحاجات من دي يعني. بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه، لذه المصالحه تبقى جميله جميله جدا، جدا. ايوه طبعا ليها طعم اكيد. تاني اساسا يعني. تمام. طب يا دكتور، في احيانا انسان بيتعرض لبعض المواقف والانفعالات الجامده، وبيبقى ليه رد فعل صعب، يعني الرد الفعل ده ممكن يضيع حقه، يعني حقيقي. في موقف يبقى في نيرفز جدا، ازاي انا اقدر اتحكم في انفعالاتي، يعني او اكون في مشكله واقدر امتص غضبي بقدر المستطاع. حاجة ناس كتيره جدا ما بتقدرش تتحكم في تصرفاتها او حقيقي. في المواقف اللي بتعرض لها، ممكن نقدر يعني نعرف بعض الحاجات اللي نقدر نتحكم فيها. حلو جدا. اتفضل. اختصارا او اللي هو اجابة على السؤال ده، موضوع بسيط جدا. كل بشري عايش على كوكب الارض ده عنده جانبين، جانب عاطفي وجانب عقلاني. جانب بيفكر بالعاطفة بتاعته بمشاعره، ممكن يكون متهور جدا، مش واعي لتصرفاته قدام الناس، لو بيضحك مثلا ضحك هستيري ساعتها عقله بيبدأ يلغي أي حاجة حواليه، هو بس بيستمد قوته من الشعور اللي هو حاسه، فممكن يضحك بصوت عالي بطريقة غير لائقة، هو مبسوط فخلاص طز في الناس، تمام. وفي الجانب العقلاني إن الواحد ساعتها ممكن يحس إن قلبه ده مات، ما عندوش شعور، أناني جدا، ما بيفكرش إلا في نفسه. احنا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا خلق لنا الجانبين دول علشان يبقى في توازن، تمام. لما حد بيبدا يتصرف تصرفات وبعد كده يرجع يندم عليها، ان كان ده بيدل على شيء فهو بيدل ان هو بدا يستخدم الجانب العاطفي وليس العقلاني، تمام. فالفكره كلها الواحد لازم يبقى عارف انا دلوقتي في موقف استخدم فيه انهي جانب. الفكره كلها ان في علاقه طرديه ما بين المشاعر والافكار. انا فكرت افكار ايجابيه النهارده الصبح، هلاقي مشاعري بقت ايجابيه. انا النهارده حسيت بمشاعر ايجابيه، حد مثلا اداني حاجه، حد فرحني، قال لي رساله، غصب عني افكاري هتبقى ايجابيه. عشان اعمل توازن ما بين الافكار والمشاعر والجانب العقلاني والجانب العاطفي، الموضوع بسيط جدا، وهو انا ما افوتش اي حاجه قدامي. انا دلوقتي قاعد معاك اهو، الجانب انهي اكتر شغال؟ الجانب العقلاني اكيد. تمام. لما هكون مع صحابي الجانب العاطفي هيكون شغال اكيد. تمام. في المواقف بقى، المواقف اللي محتاجه مني فيها مواجهه، هنا ما استخدمش الجانب العاطفي بتاعي، لان انا لو واجهت حد بالجانب العاطفي بتاعي هبان ان انا ضعيف، هبان ان انا بقول كلام اهبل او غير منطقي، هبان ان انا متهور كده، واللي هو انت في ايه، اهدى شويه. احيانا بنتخانق مع حد مثلا تلاقيه بيعاتبني عتاب كبير جدا، بنبص على المسج اللي هو ايه اللي حصل لكل ده؟ الموضوع بسيط، هو الشخص ده بقى شغل الجانب العاطفي الانفعالي. بتاعه،
فالجانب العاطفي فانفعل، فبدأش يشغل عقله. فإحنا علشان نعرف نعمل كنترول، نعرف الحقيقة المهمة إن في علاقة ما بين الشعور والتفكير، وعلاقة ما بين العقل العقلاني والجانب العاطفي. فإحنا لما نتحط في موقف نسأل نفسنا سؤال، هل الموقف ده يستدعي أفكر بعقلي ولا في قلبي؟ بس دكتور انا بتكلم ان انا في موقف مشاده، فبات انفعالي. يعني انا في مشاده ما بيني وبين شخص، بيني وبين حضرتك، تمام، احنا بنشد يعني في نرفزه وفي كده، تمام. طب انا عايزه اعمل كنترول على نفسي عشان انا ما اقعش في اخطاء. بالظبط، هي ايه بقى الدوافع اللي تخليني يعني ان اتمسك ب هي الثوابت اللي تقدري من خلالها فعلا تمسكي نفسك. في بعض الناس ما بيقدروش، وبعض الناس ما بيقدروش ويقدروا يقدروا. يعني هي دي حاجة مكتسبة ممكن الواحد يقدر يتعلمها، تمام؟ رقم واحد علشان يكون عندنا ثبات انفعالي في أي حاجة، وهو لازم نعرف حقيقة واحدة مهمة جدا جدا، وهو الصمت لغة العظماء. أنا لما أكون ساكت وقاعد هادي ده بيخليني أنا في موضع قوة. أحيانا أنا لما مثلا حد بيشتمني فأنا كمان بشتمه، ده بيبان إن أنا نزلت المستوى. لكن لو قدام الناس حد بيشتمني وانا بعرف ارد عليه ردود من غير شتيمه، بكون هادي ورزين كده، هيخلي الناس حتى اللي لسه مش شايف يشوفني يقول الشخص ده محترم، او يبدا يحترمنا، تمام. فنمبر 1 علشان يكون عندنا ثبات انفعالي في اي مشده او مشاجره او خناق او اي مشكله، وهو ان احنا لا نلتزم باحد، او ان احنا ما يطلعش مننا تصرفات نندم عليه، نكون هادين، نعرف نفسنا من احنا كده قاعدين هادين. هات اللي عندك، السمكه اللي بقها مقفول مفيش حد يعرف يصطادها، محدش بيقع في غلط. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان بنسبه كبيره جدا في المشاكل ممكن يكون انا مثلا انا وانت بنتخانق مع بعض، انا عايز اجر شكلك فابدا اتعمد ان انا اغيظك، فانت تتغاظي فتتاثري، فالجانب العقلاني يشتغل، فالجانب العقلاني يشتغل فتلاقي تصرفاتك اصلا متهوره، فاصطاد لك حاجه من تصرفاتك المهوره واقول لك انت ليه بتعملي كده، ده انت انا كده جريتك للمصيده بتاعتي. لكن انت لو من البدايه واخده الموضوع باللامبالاه كده، اللي هو عندك ايه كمان قول الكلام، انا عندي صلابه نفسيه، انا من جوايا مفيش حاجه بتاثر فيا، فاهماني؟ لو كان الكلام صحيح، قال لي مثلا حاجه انتقاد حقيقي، عندك حق في كذا وانا غلطان في كذا، هعرف ارد. ولكن طالما ان الشخص قدامي بيتكلم، انا لازم من جوايا ادخل عقلي في الموضوع، الكلام ده صح ولا غلط؟ يا عم لو بيهري سيبه يهري، اعمل اللي انت عايزه، مش هسمح لك انك تنزلني مستواك. يعني في حاجه جميله جدا، النسر لما بيطير على ارتفاع معين، الغربان دي حاجه يعني معروفه في علم الاحياء، بيطير على ارتفاع معين الغربان بتجري وراه تقعد تنتفريش وتضايقه. النسر بيعمل حاجه بسيطه جدا، بيرتفع لفوق اكتر، بيوصل لارتفاع معين في السماء ان الغربان نفسها ما تقدرش توصل له، اجهزتها الحيويه ما تسمحش، هو بيمشي وهما بيمشوا، الموضوع بسيط. فالفكره كلها ان ما قدرتش تمسك اعصابه ارفعه لمستوايا، ما اسمحلوش ينزلني مستواه من الاخر. فلازم يكون عندي ثبات انفعالي، يكون هدوء، مش كل كلمه حد يقولها لي تستحق رد. هنا انا بتغاظ من الموضوع ده اصلا، الموضوع ده بيضايقني. انا بلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض، بيتكلموا كلام التاني بيستفز، طب انت ممكن تسمع الكلمه دي؟ حبيبي شكرا، خد قلبي، ميرسي، مش عارف ايه، انت انسان بارد، عارف كله بيقول لي كده، والله انت مغرور، بتعلم منك. لازم يكون في كده الفن اللامبالاه، ما اخدش كل حاجه على محمل الجد، لان الفخ اللي بيوقع الناس في المشادات وهم بيطلعوا غلطانين في الاخر حتى لو هم عندهم حق، وهو انهم بيتاثروا بالكلام اللي حد بيقوله. انا مش كذاب، ما تقولش عليا كذا وكذا كذا، ممكن تقول له اوكي شكرا، بس انت عارف من جواك انك مش كذاب، تمام. فنعرف نفسنا من جوه، نبين ببرود كده اعصاب ان احنا عادي مفيش اي حاجه، يعني ونختار نرد عليه. هو هدوء اعصاب، هدوء اعصاب. الموضوع بممارسه، موقف ورا الثاني ورا الثالث، لما الواحد بيشوف ان هو كان في الموقف الاولاني عرف يتصرف بطريقه جديده، النتيجه هتتغير، فلاقي نفسه اللي هو الله ده انا حبيت المشاكل اصلا عشان اعرف اتحكم بالطريقه دي، فاهماني؟ طيب في سؤال كده لذيذ شويه كده، يعني يلا ازاي اعرف ان الشخص ده بيحبني؟ سؤال جميل جدا. من ضمن علامات الحب هو ان الاقي الشخص ده على طول ومش بيتكلم. ايه؟ ومش بيتكلم. عايزين نفرق ما بين حاجه بقى، يعني في علاقه بيني وبين شخص دلوقتي ومستمرين فيها، اعرف ازاي ان هو بيحبني، تمام. وفي علاقه بيني وبين شخص بقالنا كتير مش بنتكلم مع بعض، ازاي اعرف ان هو بيحبني؟ تمام، حلو قوي، جميل السؤال ده، فصل لي بقى بين الاثنين. طيب لو في علاقه بيني وبين شخص والعلاقه دي مكمله، من ضمن معايير الحب رقم واحد الاهتمام. مفيش حد بيحب حد مش بيهتم بيه، تمام، دي حاجه لازم نبقى عارفينها، ان هو كل يوم يتصل يطمن يسال يفتح كلام، دي معلومات الحب، تمام. تاني حاجه وهو وقت الخناق، قيسي وقت الخناق، الشخص بيتصرف معايا ازاي.
في شخص بيبين اللي هو خلاص انت غلط، انت عملت كذا، روح انا مش عايز اتكلم، مش عارف ايه، وخلاص بيحسسنا كده بالاهانه، اللي هو هو مش عايزك. هو في ايه، هو انا ما كنتش غالي عندك عشان تعمل كده. فمن علامات الحب ان انا احتوي وقت الخناق، حتى لو اتخانقت واتطلب الموضوع ان انا اخد بريك مع نفسي كام يوم، هطمنه قبل ما امشي، اقول له طيب بص اخد بريك بس ونرجع نتكلم تاني، عمري ما اتخلى عنك، انا كذا كذا كذا. لكن اللي يسيبك فجأة ده مش بيحب، شخص متعمد ان هو يتلذذ بانه يشوفك مبسوطه، يشوفك وانت متضايقه، متضايقه، باعتبار ان خلاص مش هتقدري تهربي منه، هتفضلي طول الوقت كده. فمن علامات الحب الاهتمام والاحتواء. وعايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا تعتبر من اقوى علامات الحب كتوتال، يعني ان في بدايه علاقه اي اتنين لما اتكلمنا عن مرحله العميان، كل واحد فيهم مش شايف عيوب التاني، كلهم شايفين الدنيا عصافير بتصوصو وقوس قزح والدنيا جميله. ده مش معيار الحب، اي حد او اي اتنين متعرضين هم يعملوا كده مهما كانت علاقتهم ايه. بس الفكره كلها في الاختبار، اول ما يبدا الواحد ينزل للبحر ما يبقاش واقف على الشاطئ ويحكم على البحر، لا انت انزل جوه واتضرب في الصخور واعمل مغامرات كده وبتعذب في الاعماق بقى، في الاعماق عشان تعرف عشان اذا تعرف كان انت عايز الاساسيات ايه. تكمل ولا مش عايز تكمل. تمام، ما هو لما العلاقه بتتدخل بتعرف الابعاد بقى. بالظبط. هنا بقى لما الواحد يا سيدي انبسط في فرحه البدايه، وانبسط في فرحه البدايه، كل واحد فينا عايش وطاير. بس لما تيجي لحظه المواجهه لساتها هبدا افكر، هل انا فعلا عايز اكمل حياتي مع الشخص ده ولا لا؟ اشوف تصرفاته ساعتها، تصرفاته متشابهه مع ما كان يقدمه لي في بدايه العلاقه ما بيحبني. لو تناقضت خلاص يبقى الشخص ده كان متاثر بالهرمونات اللي كانت في الاول ومشاعر حلوه في الاول، بس لما اختفت اختفى هو كمان. هنا دي الفكره. طب لما اكون بقى اتنين مش بيتكلموا بعض وعايز اعرف هو بيحبني ولا مش بيحبني. طيب وبرده حتى دي هنصنفها، اذا كان في تواصل بينه وبينه، مثلا بشوف البوستات بتاعته على الفيسبوك، في ستوريهات بشوفها، في اصدقاء مشتركين بينه وبينه، اعرف ان هو مثلا ممكن يكون بيجيب سيرتي بالكلام مثلا، يعني حتى لو بالحلو او بالوحش، كون ان مثلا حد من صحابي يقول لي الفلان الفلاني جاب سيرتك، ده معناه ان هو مهتم، معناه ان هو باله مشغول. تمام، برضه مش نفس الاشخاص هيقدروا يجيبوا السيره او يتكلموا. فنرجع لحد تاني برضه نقول ايه، ان من ضمن علامات وهو ان انا بتعمد اكون موجود في الاماكن اللي انت موجود فيها، بتعمد انت لما تقرب لشخص معين انا كمان اقرب له، بحيث ان انا افضل طول الوقت موجود حاطة. قدامك. اللي هو انا مش عايز اتنسى، لا انا هكون في وشك، كل ما هلاقيك بتبعد مثلا هتلاقيني بقرب منك بطرق كده خفيه عشان تلاقيني في وشك على طول، سواء عبر السوشيال ميديا او على الحقيقه. تمام، نصنفها بقى التصنيف الاخير، وهو اذا كان الشخص ده لا بشوف بوستاته ولا ستورياته ولا في اصدقاء مشتركين، ما اعرفش عنه حاجه، وازاي اعرف ان هو لسه متمسك بيا ولسه بيحبني؟ ده عن طريق التخاطر، دي حاجه بقى اللي هو اصلا لب التخاطر بيتكلم عليها، ناس هتعرف عندها فضول. تمام، هو ان انا اعمله التخاطر او ان انا ابدا افكر فيه بمشاعر واستنى رد. مثلا لو نمت، احنا ما اتكلمناش عن الموضوع اللي هو علامات ان التخاطر نجح. بص احنا يعني وقت الحلقه بيجري قوي، بالي الموضوع ده، بس انا عايزه قبل ما اختم الحلقه انا ليه حاجتين اتنين وفي وجه السرعه. اول حاجه طبعا حضرتك توجه رساله كده لكل الناس المرتبطه كده، رساله سريعه عشان عايزه اختم. طيب. بحاجه تانية. رساله لكل الناس المرتبطين، الحب شيء جميل قوي، الحب اجمل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها، الحب ربنا سبحانه وتعالى خلق بيه الدنيا كلها، والتناغم الجميل، ذرات خلاياك اللي عايشه في جسمك كلها اصلا متناغمه مع بعض بالحب، الحب شيء جميل. اكتر حاجه تستاهل انك تتعب علشانها هي انك تحافظ على شخص انت بتحبه، لو لقيت الشخص ده ما تسيبوش من ايدك ابدا، اتهونوا مع بعض في وقت الخصام، احتوي وقت الزعل، خليك حنين، واعرف ان الحب بيغير حياه اي انسان للاحسن. طيب طبعا هو وقت البرنامج خلاص خلص، بس ممكن ثانيه واحده، هي في حته كده صغيره، ممكن ثانيه واحده حضرتك بس، يعني في هي موهبه جميله كده، كوبليه صغير قبل ما اختم بيه. انا هقول لكم تصبحوا على خير، دي نهايتي، بس هو الدكتور هيقول حته صغيره كده جميله جدا عايزكم تسمعوها. عبد الحليم مثلا. طيب بمناسبة سنة جديدة بقى كده، يلا نقول على السريع يا دكتور. يلا. والقمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تكون السنة الجاية كده سعيد عليكم بإذن الله. شكرا.
اتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وتصبحوا على خير.